السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم مره اخرى في فيديو جديد عند خوكم عبد الحفيظ. بالنسبه للاخوان، لا فيديو ديال اليوم خاص بالناس اللي عندهم قنوات في اليوتيوب، خصوصا بالضبط الناس اللي محققين الدخل من القنوات ديالهم، وحتى الناس الاخرين اللي باقي ما حققوش الدخل ممكن انهم يستافدوا من هذا الفيديو. اي غتستافدوا من هذا الفيديو حيت حذاري ثم حذاري، واحد الخطا اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال القنوات اللي مفعلين اللي محققين الدخل، يعني اللي كيدخلوا فلوس من القنوات ديالهم، كيرتكبوا واحد الخطا كبير كبير كبير، خصوصا بعد قنوات كيتانسبيراو من شي وحدين من شي ناس كيقولوا لهم ها كيفاش انكم تحققوا الدخل من القنوات ديالكم، واحد الطريقه اللي غالطه. انا اليوم ان شاء الله اخوان غنحط النقاط على الحروف بخصوص الاعلانات ديال ادسنس. هذا المشكل كامل اللي كطيح فيه هو الاعلان ديال ادسنس. ان شاء الله اخوان في هذا الفيديو غتخرج براسك عامر، غتستافد معنا ضروري. كتعرف شي واحد عنده قناه حاول تبارطاجي معاه هذه المعلومه حيت غتفيدك انت وغتفيد حتى هو كذلك. كما بغيت لك الخير انايا بارطاجيت معك المعلومه حتى انت كذلك بغيها لواحد اخر، ما خاصك حتى شي حاجه، بارطاجي طاقي صحابك عادي. وندخلوا الاخوان في صميم الموضوع. بالنسبه للغلط اللي كيرتكبوه صناع المحتوى هنا في المغرب بالضبط اكثريه، حيت حنا انايا مستهدف المغاربه دونك الشاشات كنهضر انا بالدارجه، اكبر غلط كيرتكبوه اليوتيوبر ديالنا ولا صناع المحتوى هو انهم مثلا ملي كيحطوا واحد الفيديو فيه 10 دقائق الفوق او 8 دقائق الفوق، حتى دابا حاليا هو 8 دقائق، ملي كتحط فيديو فيه 8 دقائق ممكن انك تضيف بزاف ديال الفواصل الاعلانيه. هاد القضيه مش فاهمين عليها، بزاف الناس كبقاو يدوفوا مثلا كيشوفوا فيديو 8 دقائق ولكن اللي اكسبري كيطلع الفيديو كيوصل 10 دقائق بالعاني. انا الاخوان الله ما نافقكم، كنسجل الفيديو كيخرج لي فيه 10 دقائق، تخرج لي فيه 8 دقائق، 7 6 5 اللي خرجت لي فيه كنحطها. انا غالبا ملي قبل ما نمونطي الفيديو ديالي انايا ما كنحاولش نطول الفيديو، في المونتاج سبحان الله كنفصلو كيجي يلاه كنفصلو كنقادو كامل كيتجمع كنلقى فيه شي 14 10، الا كنقصر كنحطو قصير حيت باين انا الهضره كنوصلها ما كنطولش لكم الموضوع. ماشي بحال دابا، دابا خرجت عاوتاني واحد الفاصله، الفاصل اللي كندير دابا هما اللي كيخلوك انك كطول شويه الفيديو. نكمل الموضوع على الاخوان، كما قلت لكم ما كدير فيديو فيه 8 دقائق ولا 10 دقائق كتلقى دوك الناس دابا اش كيديروا، كيدخلوا بلاصه ديال الاعلانات في لا فيديو ديالهم كما كتشوفوا معايا، كيحاولوا بقى يضيفوا فواصل فاصل فاصل فاصل، كيعمروا داك الشريط بالاعلانات. عند راسهم مثلا دابا عمرتوا بالاعلانات راكم غتربحوا بزاف، خصوصا عاوتاني الناس اللي يلاه بادين مثلا كيشد داك التايم لاين كامل كيعمروا فواصل اعلانيه اعلان مور اعلان، عند راسو دابا هكا راه غيدخل زباله الفلوس راه يربح من داك الفيديو، هو في الاخر كيجي كيلقى راسو ما كيدخل منه حتى شي حاجه، والاعلانات ما كيبانوش. علاش ما كيبانوش؟ كاين بزاف العوامل تما، خصوصا عاوتاني الناس اللي كيتحاو في هذا المشكل هما الناس المبتدئين، الناس اللي يلاه اللي كيبغيو يحققوا داك الشرط ديال 10 دولار وكيمشيو حتى هما كيوريوهم لهاد الناس هذوك كيتانسبيراو منهم كيوريوهم كيفاش غديروا، كتحمروا بالاعلانات باش يحققوا 10 دولار، يعني واش ضمنتي داك الاعلانات كيبانوا كاملين؟ خصوصا واحد النوع ديال الاعلان الاخوان اللي هو الميد رول، هذا النوع هذا ولا كيكون فيديو قابل للتخطي ولا الغير قابل للتخطي، هذا النوع الفيديوهات خطرين خطرين عليك انت كقناه مبتدئه. اول حاجه كانك دير شي موضوع تعليمي، شي موضوع كيتحمس معاه الواحد كيمشي يعني كيسرح معاه دماغه كيسرح معاه ديك المعلومه، في الاخر كيتفاجئ بواحد الاعلان. وتخيل معايا دابا انت من الديبار وانت معمر اعلانات، يعني في الدقيقه الاولانيه ولا في الدقيقه الثانيه بديت دخلتي في الموضوع، الناس كيتكونسونطري معاك كيستافدوا كيتصنتوا، في الاخر تفاجئ ويدخل داك الاعلان. اش غيدير هاد الساعه؟ واش غيدير سكيب الاعلان ولا يخرج كاع يقول شو هذا فين حط لنا الاعلان؟ وعلاش كيشكل مثلا خطر على ديك القنوات المبتدئه، الناس اللي يلاه بادين في اليوتيوب ولا حتى الناس اللي عندهم 100K 200K 300K، علاش كيشكل عليهم خطر انهم كيكثروا فواصل الاعلانيه؟ اول حاجه بالنسبه للقنوات المبتدئه اللي فيديو ديالهم ما تبقاش اقترحهم اليوتيوب، علاش؟ حيت داك الجزء الاول من الفيديو مثلا اللي غيشدو فيه المشاهد اللي غيشدوه مثلا غيبقى متبع الفيديو واحد المده واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق في الديبار، فقدوا داك المشاهد فقدوه، هما غاديين عاوتاني طمعوا غاديين انهم باش يربحوا فلوس، ولكن نساو واحد القضيه انهم خصهم يشدوا المشاهد باش القناه ديالهم غطيها كتزيد في المشتركين كتزيد في بيفي والى اخره. وفي هذه الحاله دابا كتلقى هاد القنوات كيعانوا من ضعف المشاهدات وضعف الارباح، ثاني حاجه يعني ما رابحين ما زايدينش المشاهدات ما كيزيدوهمش المشتركين، ها المشكل من جاكم؟ اول حاجه هادو القنوات اللي يعني يلا بداو كيحققوا الدخل من القناه ديالهم، يلا فعلوا القناه ديالهم، ملي كتوصل ديك المرحله باش تضيفوا هاد لي زادز هادو ولا الميدرول ادز هاد النوع ديال الاعلانات، يستحسن خليوها نتوما اوتوماتيك كيما حاطينكم يوتيوب، حيت يوتيوب كيعطيك واحد البلاصه تحطوا فيهم الاعلانات، واحد البلاصه كيحطهم اوتوماتيك، ولكن انت كتجي كتزيد عليهم فهمتك باش اي باش يظهروا اعلانات اكثر وتربح اكثر، ولكن هاد القضيه ما خداماش. تقدر تخلي واحد 3 دقائق الاولانيه في الفيديو تكون ليبه ماشي مشكل هانيه، باش حتى القضيه مثلا اذا طمعتي مثلا انت بغيتي تربح من الفيديو ديالك تكثر في الاعلانات، نقولوا مثلا شديتي المشاهد لواحد المده معينه، حيت هنا اليوتيوب عاوتاني يعني ما كيشوفوا المشاهدات طولات في الفيديو ديالك، فايت واحد 3 دقائق بحال هكا كتقترح الفيديو ديالك كيعاودوا يقترحوه مزيانه لك نتايا، المهم انت ما تضيعش ديك الفتره الاولانيه في الفيديو ديالك، حاول ما تضيعهاش.
والفتره اللي موراها هنا تقدر تدرج اعلانات مثلا بطريقه يدويه كتحط فواصل اعلانيه، ولكن عاوتاني خاص تعرف كيفاش حطهم. هذا المشكل هو كيوقعوا فيه قنوات كبارين ما كيعرفوش كيفاش يحطوا الاعلانات، حيت واخا حطيتي انت تما 10 اعلانات ولا 5 اعلانات فما يبانوش كاملين، اكيد ما يبانوش. الرئيسيين هما اللي حطك اليوتيوب هما اللي كيبانوا مضمون 100%، حيت كاين واحد النوع الاعلان كيبان لك من التحت كيكون فيكس في الفيديو فيه كتابه، كاين واحد الاعلان ديال البانر كيكون في الجنب، عاد داك الاعلان اللي قلنا ميدرول از ولا كيكون القابل للتخطي ولا الغير قابل للتخطي، هاد النوع الاعلانات وهادو هما اللي كيكونوا غاليين لا في 1000 مشاهده لا في النقر على الاعلان. هاد المره اللي بغيتي تحط انت هاد الفواصل هادو باش تجيبهم في بلاصه اكزاكت ويبانوا 100% دوك الاعلانات تما، كتحاول انك تقلب على واحد الفراغ مثلا انت كنتي كتهضر فيه، بحال انا دابا كنقدمش انا كنهضر معكم دابا حاليا، انا توقفت واحد الفتره انا توقفت ونرجعوا. شوف هاد الوقفه هادي الوقفه ديال الكلام ولا بين لقطه ولقطه كتفل تما فين كتحط الاعلان، هنا كتاكد على الدور ديالو 100% اي بين لقطه ولقطه. علاش دابا حنايا ملي كتجي نتايا كتخدم الفيديو ديالي ولا فيديو ديال اي واحد كتخدمو كيبان لك الاعلان في الديبار، على الديبار هذا كيخدم فيديو كيبان لك، حيت ديك الفتره مضمونه 100% كيبان تما الاعلان، ولا بدات الهضره وهكا وهكا قليل فين كيجيك في الوسط، ما عدا كاين شي فراغ كاين شي فاصيل باينه قضيه، هادي خصكم تركزوا عليها ديما. بين لقطه ولقطه شي ترانزيكشن كاينه ولا شي بوز درتيه ولا شي لحظه يطلع فيها الانترو مثلا خليتي واحد الفراغ تما كتحط الاعلانات كتوزعهم، ماشي ضروري يجيو مستفين مثلا، كاين يقدر يجيك واحد هنايا واحد يجيك هنايا واحد هكا، مفاهمين. ونزيدكم الاخوان واحد القضيه اللي مهمه بزاف وما عرفناش، عرفتي اكثريه الناس كاين اللي عارفه واحد النسبه قليله، الناس اللي ما عرفيناش المهم انتم تستافدوا من عندنا، ما كاين حتى شي مشكل. كيفاش دير باش تطلع الال بي ام ديالك، يعني كيفاش انك مثلا باش تطلع الثمن ديال 1000 ظهور والنقر على الاعلان مثلا، كيفاش غدير؟ هنا فين كاين الفيلم الاخوان، الفيلم كاين في لايتاغ، لايتاغ اللي كتحط في الفيديو ديالك نتايا، هادو هما الدور ديالهم. حيت حنا مثلا ملي كتجي واحد الشركه معينه، شركه ديال الاتصالات ولا كوكا ولا ميديتيل ولا اورانج ولا المهم شركه اكس، كيما جات الشركه كتانفيستي فلوس صحيحه في ليزاز ديالها، ملي كتمشي لادورد مثلا باش دير اعلانات تقدر دير واحد الحمله اعلانيه وفيها بزاف المجموعات، المجموعه الاولى كيطاقوا فيها القنوات كيعرفوا القنوات المزيانين، مثلا هذا القناه ديال الاخ هذا نحطوا فيها اعلانات نبين فيهم هذا القناه ديال هذا ولا الفيديو المناسب، هادو مجموعات كيديروا هاد المجموعه، المجموعه الثانيه كتكون خاصه بليطاغ، هاد المجموعه ديال ليطاغ، ليطاغ كيعتمدوا بالنسبه ليطاغ كيعتمدوا عليهم بزاف الاعلانات، مثلا قلنا تجي شركه ديال نايك، شركه ديال نايك شركه عالميه، جا الشركه ديال نايك حط دار اعلان في اليوتيوب وزعت على القنوات ديال السبور، وكذلك درت واحد المجموعه ديال الكلمات الرئيسيه ديال لي تاغ، شنو دخلت هاد الشركه ديالنا دخلت مثلا ملابس رياضيه معدات رياضيه، وجاب الله نتايا في القناه ديالك في لي تاغ داك ديال داك الفيديو كتبتي معدات رياضيه ولا كتبتي ملابس رياضيه مثلا كتبتيها، وهاد الشركه نايك شنو دارت هي شدات داك الكيورد خلصات عليه في ادورد خلصات عليه قالت لهم هاد الناس اللي دايرين هاد الكيورد الاعلان ديالي انا كشركه نايك يبان عند هاد الناس اللي دايرين هاد الكيورد، وانت قناه صاحب قناه يوتيوب وصاحب فيديو انت درتي داك الطاغ درتي داك الطاغ، دونك ملي درت اعلان يبان عندك الاعلان ديالها، والاعلان ديال داك نايك قالت الادورد مثلا في 1000 ظهور عطيهم 20 دولار ولا 30 دولار ل 1000 ظهور، نقرا الاعلان عطيهم 2 دولار 4 دولار 5 دولار على حسب، حيت الشركات كيكونوا كبارين يعني كيخلصوا فلوس صحيحه ماشي بحال شي شركه صغيره ولا شي حاجه بحال هاد الشركات اللي كتشوف في المغرب كيطلعوا لكم اعلان ديالهم مثلا في القنوات ديال الفضائح، هاد القنوات ديال الفضائح كيتقاموا رخاصين واخا ولا قنوات الاخبار يعني ما كيكونش شي ربح كبير، الربح ديالهم قليل، كتجي مثلا كتلقى في 1000 ظهور يلاه كيتحسب لك واحد 10 دراهم ولا 5 دراهم، شنو تربح معاه هادو ما تربح معاهم والو، وفي النقره كتلقى مثلا واحد النقره فيها 0 فاصلة ولا درهم ولا 2 درهم هادو ما تربحش معاهم. المهم هذه هي الطريقه الاخوان، لي تاغ كتعتمد عليهم، حيت يقدر يستهدفك مثلا المعلن شي شركه تقدر تستهدفك انت كقناه مثلا واحد القناه طالعه شويه وعارفين انت ما عندكش بزاف الاعلانات في القناه ديالك وان عندك جمهور شبعك جمهور زوين هنا كتستافد. انا الاخوان عندي الربح في لاشين ديالي يعني كنطلع انا الار بي ام نطلعو بهذا السبب هذا بلي كيورد، الفيديو اللي فات هضرنا لكم على لي تاغ كيفاش ترفعوا فيديو كيفاش تجيبوا لي تاغ اللي عليهم نسبه البحث وهكا، ودابا حاليا عاوتاني الناس اللي باغيين يربحوا مزيان من لاشين ديالهم هذه الطريقه اللي تستعمل. ودابا الاخوان تبعوا معايا شنو غندير، غندخل لجوجل ادورد غنمشي نقلب على لي كيورد نقلب على الكلمات اللي كيحطوا عليهم شركات فلوس صحيحه وشوفوا منين نحطهم وشوفوا كل كلمه مثلا ولا كل جمله شو شحال الثمن ديالها، وهنا دابا نقدر نستعمل هادو عاوتاني كذلك. هنا كنوع ملي كنا بغينا نرفع فيديو كنحط شي وحدين اللي غيجيبوا لي مشاهدات وشي وحدين وفي نفس الوقت يكون فيهم فلوس. حنا دابا الاخوان كنتواجدوا في جوجل ادس ولا جوجل ادورد، هو هذا كنجيو هنا للادوات والاعدادات
كنهبطوا للصفر كنلقاو هنا اداه تخطيط الكلمات الرئيسيه هي مكتوبه عندنا كنكليكيو عليها كنجول هذه الاخوان هذه اكتشاف كلمات رئيسيه جديده والحصول على افكار عن الكلمات الرئيسيه التي يمكن ان تساعدك في الوصول الى العملاء المهتمين بمنتجاتك او خدماتك. فهمتوا معايا؟ كنكليكيو على هذه كنخدو دابا كنتيستو مثلا نديرو حنا هضرنا على ملابس رياضيه مثلا ندير نكتبوها نديرو ملابس هانتوما كتحددوا الدوله ديالكم هنا في المغرب مثلا هنا كتحددوا الدوله ديالكم بالضبط ولا كديروها فيما بغيتو نتوما. شوفوا الاخوان المغاربه هاد الحرم قاطعينها باقي قاطعينها ما دايرينش الصحراء ما كاع ما زدوها الغاء. وهنا كدير اللغه نمشي ندور العربيه حيت عندنا العربيه هكذا صافي كندير الحصول على النتائج. ها نتوما كتلقاو ملابس رياضيه بحال هكا كتلقاو بهذا الشكل هذا كتلقاو بهذا الشكل والى اخره كيعطيكم بزاف الاقتراحات هنايا. احنا بهذا الشكل هكا كيمكتوبه هكا عندك نسبه البحث اللي كتم عليها في الشهر اللي كيبحثوا عليها الناس من 100 حتى 1000 نسبه البحث اللي عليها. ها نتوما عرض سعر الظهور الاعلان في اعلى الصفحه النطاق المنخفض يوضح عرض سعر الظهور الاعلان في اعلى صفحه النطاق المنخفض النطاق الادنى لما دفعه المعلنون سابقا لعرض سعر الظهور الاعلان في اعلى صفحه لاحدى الكلمات الرئيسيه. ها هي الاخوان اللي قلت لكم استنادا الى اعدادات الموقع الجغرافي وشبكه البحث وقد يختلف متوسط تكلفه النقر لكلمه رئيسيه لكلمتك الرئيسيه. المزيد من المعلومات ادخلوا اقراوا الاخوان مع راسكم راه كلشي واضح وباين غير الناس خاصها تبحث. هنا عاوتاني الارتفاع النطاق المرتفع والاسعار كيختلفوا الاخوان كيختلفوا من بلاصه لبلاصه وعلى حسب عشان المنطقه الجغرافيه. مثلا هذا المعلن هذا الشركه اللي دار الاعلان مستهدف البلاد ديك انت المغرب مثلا ولا مستهدف شي دول اخرى معينه فهمتي ولكن الناس كتستهدف الدول. وهنا الاخوان كنصحوا القنوات المبتدئه حتى هما ما تكثروش من الاعلانات ما تكثروش منهم راكم كتفقدوا المشاهدين وكتطلعوا عليهم الدم ديال بصح حيت بلا ما تيلا كتفرج في الفيديو كيلقى اعلان مور اعلان مور اعلان. واحد القضيه الاخوان بالنسبه لي انا نتوما اللي كتشاهدوا الفيديو ديالي انا راه كنخليهم بعد الماتش اوتوماتيك بعد الفيديوهات اوتوماتيك وبعد الفيديو اللي كيكون عندي طوال مثلا راه كن ديك الفتره الاولانيه راه كنتجنب ما نحطش فيها اعلانات ونحطهم انايا بالقاعده كل حاجه في بلاصتها اي فراغ مثلا اي ترانزاكشن ولا شي حاجه بحال هكا كنحط تما اعلان. ولا كنت نتوما الاخوان مثلا كيبان لكم بزاف الاعلانات عاديه حيت انا كنديرهم اوتوماتيك الا كان كيدرونجيكم ولا شي حاجه كتبوا لنا في التعاليق ما عندي حتى شي مشكل نحبسوا بابا من داك الاعلانات ما نستافدوش حنا كاع بغيناكم تستافدوا انتوما. المهم الاخوان واحد الحاجه ما تنساوش انكم عاوتاني تبارطاجيو هذا الفيديو ديالنا راه كل نهار وجديد كل نهار وافاده شي حوايج ما كتسمعوهمش كاين قنوات تهضروا على الشروحات هادو ولكن حنا كنشرحوا بالدارجه بواحد الطريقه اخرى اللي يفهموا بها كنجيبوا مواضيع جدادين ماشي شي حاجه كنعاودوها شي مواضيع هادفين اللي يستافدوا منهم الناس. حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اي واحد كتعرفوا عنده قناه مفعله ولا ما مفعلاش راه مزيان هادشي يتصنت ليه حيت كاينين بزاف الناس كيطيحوا في هذا المشكل هذا كاين اللي عندهم قنوات كبارين تبارك الله كبارين ولكن في الاواخر كتلقى المشاهدات 10000 9000 1000 2000 مشاهده وشحال المشتركين عنده ربما بهذا السبب هذا كيفقد ذاك المشاهدات كيشوفوا الناس مثلا كيشوفوا عاد كنلعب فيديو جديد كيشوفوا كيعرفوا عاد واو عاد الاعلانات وكندخل ما ندخلش لهذا الفيديو كنلقى بلان بالاعلانات كما كيحملوش مازال يتفرجوا فيك هذا هو السبب. ولكن عجبكم هذا الفيديو عاوتاني كذلك ما تنساوش انكم ديروا لنا لايك وتخلوا لنا واحد التعليق تحفيز لتحت ولكتو جدادين بطبيعه الحال ما تنساوش الاشتراك ديالكم مع تفعيل زر الجرس باش لكي تتوصلوا بكل جديد ديالنا ودمتم في امان الله في فيديو مقبل ان شاء الله.